المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة هتخس من غير ما تحس. ورجعنا من الفاصل ونكمل مع بعض فقراتنا، ودلوقتي معانا الدكتورة يسرى صلاح. يسرى صلاح عشان بتلخبط ما بين يسرى ويسر، ودايما اقولها يسرى ولا يسر تقولي لا يسرى بالالف. بالالف. اهلا وسهلا بيكي النهارده. لا وحشتيني قوي 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 حبيبتي. وانت النهارده عامله لنا اكل محتاج قنبله. هو قنبله، فاحنا النهارده مسميه البوكس بتاعي بوكس القنبله. هناكل كل الاكلات اللي الشيف عز عاملاها النهارده وهنخس. ازاي ناكل ونخس؟ ازاي ناكل ونخس؟ ناس بتسال كتير قوي ازاي. هتقولي لي كل اللي انت عايزاه وهتخسسيني في نفس الوقت. النهارده بقى يا شيف عز احنا عايزين نعرف بقى هتخسسينا ازاي في نفس الوقت. بصي النهارده عاملين خصومات وهدايا كبيره جدا جدا. اول مره انزل 10 منتجات. تمام 10 منتجات ده رقم كبير قوي. البوكس بتاعنا كبير قوي، بوكس القنبله دي كلمه السر. لما نكلم خبراء التغذيه على اي رقم من الارقام يا شيف عزه اقدر اتواصل مع خبير التغذيه اللي هيسالني 3 اسئله: سنك، وزنك، حالتك الصحيه. طب ليه بنسال الثلاث اسئله دول؟ علشان اعرف حالتك، اعرف انت عندك ضغط ولا سكر ولا ما عندكيش حاجه، اعرف انت سنك صغير ولا سنك كبير، اعرف انت بتعاني من مشكله ايه في زياده الوزن. احنا بناكل كتير ولا باكل قليل بس حرقي ضعيف، يعني بحرق بصعوبه جدا جدا. النهارده جايبه لك حل لكل مشاكل زياده الوزن. طب هننزل بامان ليه؟ لان الكورس بتاعي او البوكس بتاعي كله من اول حاجه لاخر حاجه فيها شيف عزه كلها اعشاب طبيعيه، مليون في الميه مرخصه ومصرحه ان انت تاخديها بامان. مش هتاخدي حاجه تنزلك في الوزن والاقي حاجه تانية ضرتني، او الاقي ضغطي بقى بدا يبقى عالي، او السكر بتاعي بدا يبقى عالي، او مش قادره اتحرك. لا هنقدر نتحرك بسهوله جدا جدا وبامان. ليه؟ لان انا جايبه لك كل الحلول. جايبه لك الحرق الضعيف النهارده هنعليه، جايبه لك كمان سد شهيه وتفتيت دهون، وكمان يا شيف عزه المفاجاه الكبيره اللي معايا النهارده نحت وتثبيت. كبسوله حلو. لمده شهر كامل. عشان ايه؟ عشان لما انزل في الوزن. يعني احنا دايما بنديهم كبسولات ان انا اسد الشهيه وفتت الدهون، بس النهارده الحصري والاقتصادي معايا علبه كامله لمده شهر. هتعمل ايه؟ تعمل نحت وتثبيت الوزن. يعني مش هبقى نازله من مكان ومكان، لا. ده فكره النحت. او الناس يعني ايه نحت؟ ما تعرفش طبعا يعني ايه تكميم، يعني ايه نحت، يعني ايه هتفتتي لي كل الدهون وفي نفس الوقت هتقولي لي كل اللي انت عايزاه. النهارده بقى عروضنا قويه جدا. هقول لك عشان الحاجات اللي انت عاملاها النهارده انا هكافئك. هو احنا في العادي طبق السلطه هو اللي يناسب اي حد بالظبط، بس بقى لو حضرتك هتدينا عروض حلوه كده ممكن ناكل بقى كل اللي احنا عايزينه براحتي. براحتنا. طيب. بقى بصي بقى النهارده جايبه لك عرضين بسعر شهر واحد، يعني 50% خصم. هتاخدي شهرين كفيك لمده 60 يوم بسعر شهر واحد. مش بس كده، اول 300 متصل ليهم 4 هدايا، ده غير الكورس الاساسي وغير الكورس المجاني. 4 هدايا الاول 300 متصل هيكلمونا دلوقتي لحد الساعه 12 بالليل. الخصم موجود والهدايا لحد 300 متصل بس. يعني لو يعني 300 إيه؟ متصل خلصوا احنا هناخد العرض بس موجود. مش هناخد الهدايا الاربع هدايا اللي احنا بنقول عليهم، لكن الخصم موجود على ايه؟ على الشهرين. هتاخدي شهرين بسعر شهر واحد بس، في 4 هدايا غير الشهرين الكاملين دول هيستفاد بيهم، او الناس المميزه قوي هم اللي هيلحقوا بسرعه يتواصلوا مع خبراء التغذيه عشان يستفادوا بالاربع هدايا، علشان يوصل لنا بوكس كامل متكامل مكون من ايه؟ مكون من 10 منتجات. دايما بنيجي بستة سبعة، النهاردة 10 منتجات. عشان اول ما عرفت ان انا طالعة مع الشيف عزة اكلاتها المميزة جدا حبيبتي. لازم اجيب لها خصم كبير واجيب لها هدايا واجيب لها كمان فريق طبي يتابع مع كل جمهورها وحبايبها مجاني. انت دايما بتيجي وتجيبي الحاجات الحلوة معاك حبيبتي. الحلو بنجيب الحلو دايما. والله بتعمل لنا حاجات مميزة وحاجات جديدة، حاجات تنفع لكل الناس، ان اقدر اعملها بسهولة جدا وفي وقت كمان قياسي. ليه؟ عشان انا عارفة هي بتحب ان انتوا بتحبوا الاكل. طب احنا بناكل كتير، عايز انزل في الوزن، الكورس او البوكس الكبير اللي معايا ده هيقدر ينزلني قد ايه؟ 30 كيلو مش 29. يعني الناس بتقول لك 30 كيلو ده انا جربت اعمل دايت وامنع الاكل واعمل رياضه واعمل مجهود، بنزل في الاسبوع كيلو او 2 بالعافيه.
انا النهارده هقدر انزلهم في الاسبوع من 4 ل 5 كيلو مش اقل من كده. حلو. يعني احنا بامان، هقدر اخد الكورس، اكلم الفريق الطبي، اقول له كل المعلومات، انا بحب الاكل او ما بعملش مجهود، ست كبيره ما بقدرش اتحرك، محتاجه حاجه تعلي معايا معدلات الحرق اكني لعبت رياضه لمده ساعتين. مين اللي بيعمل كده؟ هنشرح كل البوكس اللي معايا بيعمل ايه واحده واحده. اول حاجه بنبدا نشتغل عليها هو الشهيه المفتوحه. طبيعي انا زياده في الوزن ان انا باكل كتير، عايزه اقفل الشهيه بتاعتي، بديله ايه؟ كبسولات التكميم والتفتيت الدهون. بتعمل ايه الكبسولات دي؟ كلها اعشاب طبيعيه. انا طبيعي وزني معدي ال 100 كيلو، يعني معدتي كبيره. أيوة. لازم اكل كميات كبيره عشان احس ان انا ايه؟ شبعان. فبعمل ايه؟ بديله الكبسوله اللي فيها الياف طبيعيه، بتاخد حيز كبير من المعده الكبيره، بتاخد 70 او 80% من المعده، بيبقى لي حبه صغيرين. ده بقى اللي خبراء التغذيه بيقولون لهم ايه بقى يا شيف عزه؟ كل اللي انت عايزاه. تمام. طب ازاي هاكل اللي انا عايزاه واخس في نفس الوقت؟ بالكبسوله اللي معايا النهارده، كبسوله زجاجيه. بتعمل ايه؟ بتاخد حيز كبير من المعده، بيبقى لي حبه صغيرين قوي اللي بقول لك كلي فيه اللي انت عايزاه. طب ايه كمان بتعمل ايه؟ بتبدا تفتت كل الدهون اللي مضايقاني، كرش بقى، جناب، ارداف. والكورس كمان ينفع لراجل وستات. الناس بتبقى فاكرين الكورس ده تخصيص للستات بس، لا، النهارده هتقدري تستفيدي بيه. والحاجه الحلوه قوي ان انا اقدر اخد البوكس ده انا وجوزي، انا ومامتي، لو انا محتاجه مثلا انزل 10 او 15 كيلو، البوكس اللي معايا بينزل 30 كيلو. طب انا عايزه انزل 10 او 15 كيلو، هل ينفع اخده انا وحد؟ انا وجوزي مثلا تخين، انا واختي، انا ومامتي، انا وصاحبتي. تقدري تستفيدي بالعرض. ليه؟ لان انا النهارده عامله خصم كبير قوي، تاخدي شهرين بسعر شهر واحد. طب البوكس بتاعنا نقوله كله على بعضه. طب يا دكتور، قبل ما نقول الكورس نقول حاجه مهمه حضرتك قلتي عليها دلوقتي، ان احنا نقدر ناخد الكورس انا وحد من اخواتي، انا وجوزي، انا ومامتي، بس بنرجع للفريق الطبي الاول قبل ما نبدا. يعني ما ينفعش انا اطلب الكورس ليا على حالتي انا وابدا فيه وما اقولش الحاله اللي هتتابع معايا او الحاله اللي هتكمل معايا الكورس. انا هقسم انا وحد من قرايبي، انا حد مني، يبقى انا لازم اقول حالتي وحاله الحد اللي مني دي ايه بالظبط، عشان خاطر الدكتور اللي هيتابع معايا يبقى عارف ان الكورس ده لحاله تانية غير حالتي بالظبط، فيقدر يقول لي ينفع او ما ينفعش او يديني حاجه مناسبه للاثنين. بالظبط. انا بديكي الكبسولات الاساسيه معايا هي سد الشهيه، لازم اقفل لك بقك تماما. انت تاكلي كميات قليله، فبيحصل ايه بقى على المعده؟ طول ال 60 يوم بتبدا تنكمش، بتبدا تصغر زي البالونه كده، انت بتقعدي تملي فيها هواء كتير فبتكبر. اول ما تفضي جزء من الهواء ده بتبدا تعمل ايه؟ بتنكمش وبتصغر. عشان الناس اللي بتسال سؤال مهم قوي، انا بعد ما اخلص الكورس هبدا اكل كميات اكل كبيره تاني؟ طب انا هتخن تاني؟ طب حرقي اللي انت علتهولي طول فتره الكورس هيبدا يقل تاني؟ ناس طبعا اللي عندها الغده الدرقيه، المراره، الرحم، كل الحاجات دي بتبقى غصب عنك في الحرق، ان انت حتى لو ما بتاكليش قليل، تاكلي قليل بس عندنا مشكله في الحرق. طيب معانا تليفون ونقول الو يا مريم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف؟ عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. عايزه الدكتور؟ معاكي اهو. معاكي، اتفضلي. معاكي، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. انا يعني بصي، داخلين على شتاء وهنفضل بقى كل ساعتين نقوم ناكل وجبه. انت متصله تامني نفسك. ايوه، فانا عايزه بقى يعني اخش على الشتاء وانا يعني على الاقل نازله 5 6 كيلو، انا مش اوفر ويت قوي يعني. طيب وزننا كام وسننا؟ انا وزني 74 كيلو وسني 28. طيب في اي مشاكل صحيه؟ بناخد اي ادويه لمرض مزمن؟ لا 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 الحمد لله. بس عندي فوبيا من انا وزني يزيد، وفي الشتاء فعلا ما بعرفش اسيطر على نفسي خالص. مظبوط، ان احنا طول الليل عايزين ناكل عشان نتدفى ونشرب مشروبات مليانه سكر. ايوه بيبقى الوضع صعب قوي. طيب عينيا، حاضر، هرد عليكي دلوقتي. شكرا ليك يا مريم. شكرا يا حبيبتي. مريم متصله تامن نفسها، انا عايزه اكل اللي نفسي فيه بس برضو ما تخنش، وهي داخله على شتاء. طبعا كل هي عارفه الشتاء احنا بنعمل فيه ايه. احنا شتاء بنتغدى مرتين ونتعشى اربع مرات وبنفطر، يعني بيبقى حالنا صعب في الشتاء بالظبط، وبالذات بالليل. انا باكل وبنام. طب الاكل اللي انا اكلته ده هيروح فين؟ ما هو طبيعي غصب عنه هيبدا يتكون في اي مكان، بطن بقى، جناب، ارداف. بلاقي وشي طبعا منفوخ من الميه الزياده او الميه الضاره او المخللات اللي احنا بناكلها. طبعا لازم المخلل او السلطه على اي سفره. ايوه صح. طيب الحاجات دي بتعمل لي ميه تحت الجلد. طب انا زياده في الوزن، عندي دهون كتير، حرقي ضعيف، عندي ميه تحت ميه تحت الجلد. طب ايه كمان؟ باكل او بشرب سكريات كتير. النهارده زي ما قلنا كورس كامل متكامل بيحللي كل المشاكل دي. طب البوكس بتاعي فيه ايه؟
علبتين كبسولات يكفوكي لمده شهرين. قلنا اول واحده فيهم هنسد الشهيه معاهم، هنفتت كل الدهون، والثانيه نحت وتثبيت الوزن بعد نزوله. ايه كمان معايا؟ معايا علبتين نقط، ده بقى وحش الكورس. بيعمل ايه؟ اكنني لعبت رياضه لمده ساعتين وانا قاعده في مكاني. يعني باخد النقط 15 نقط على ربع كوبايه ميه، وبعمل ايه؟ اكني نزلت الجيم او عملت مجهود لمده ساعتين. طب يا دكتور عشان يعرفوا احنا هنجيب الكورس ده منين، لازم ننوه عن الصفحه ونقول مزبط. الارقام التواصل اللي يقدروا يتصلوا من خلالها، وطبعا الارقام دي بيبقى فيها واتساب تقدري تسيبي المسج اللي انت عايزاه، لو ما تردوش عليكي لان بيبقى فيه ضغط شغل او ضغط تليفونات فده طبيعي ممكن ما يردوش. معاكي الصفحه ومعاكي ارقام التواصل عشان تقدري تتصلي وتطلبي الكورس العظمه ده دلوقتي. بوكس كبير قوي هتستفادي بيه وهتبقي محظوظه قوي قوي. ليه؟ لان انت معاكي سد شهيه وتفتيت دهون، وكمان معاكي تعليه حرق اكني لعبت رياضه لمده ساعتين. ايه كمان معايا جايبالهم النهارده من ضمن الاربع هدايا اللي هستفاد بيهم اول 300 متصل؟ القهوه الخضراء اللي لا غنى عنها، وانت طبعا عارفه القهوه الخضراء بتعمل ايه في الجسم. قهوه خضراء، معايا سكر دايت. الناس اللي داخله على شتاء بنشرب مشروبات كتير سخنه عشان نتدفى، والمشروبات السخنه دي مليانه سكر. واحنا كمان طالعين من صيف بنشرب حاجات ساقعه كتيره برضو مليانه سكر. ما انا عايزه اقول حاجه عن الحته دي يا دكتور، معلش اني بقطعك. السكر عندنا مشكله كبيره فيها، لان هي مش بوابه يعني للامراض ده، يعني ده هي كارثه. فالكورس ده بيعمل فينا ايه؟ احنا اوريدي بنقلل من اكل السكريات، يعني احنا بدل ما بناكل بالليل كده في الشتاء، يعني واحنا قاعدين صينيه بسبوسه مثلا، صينيه بس كنافه، فاهمين؟ فاحنا هناكل قطع صغيره، فانت قللتي الضرر على السكر. انت مش بتعالجي ان انت بتنزلي سمنه بس او وزن كبير بس، لا، انت كمان بتمنعي نفسك عن امراض كبيره. مظبوط. يعني بوابه امراض فعلا زي ما الدكاتره بيقولوا احنا بغنى عنها بصراحه. يعني وايه كمان انا جايبه لهم النهارده؟ السكر دايت اللي زيرو سعرات حراريه، اللي اقدر احطه في السخن وفي الساقع، اللي اقدر اعمل كيك. واحنا طبعا في الشتاء بنحب نعمل حلويات كتير بالليل، قاعدين كده على الكنبه عايزين صينيه كيك او بسبوسه. طب الحاجات دي بتحتاج سكر قد ايه؟ كتير جدا. طب انا النهارده جايبه لك سكر دايت زيرو سعرات حراريه، اقدر احطه في كل الاكلات والمشروبات اللي انا بحبها. طب احنا معانا تليفون ونقول الو يا اسماء. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي. يا دكتور، الدكتور معاكي. إيه؟ الحمد لله كويسه. طيب قولي لي، صوتك فيه فرحه. في أيوة، بهجه كده. الحمد لله. الحمد لله، انا اخدت الكورس منك شهرين. طب حلو قوي. تمام. انا عندي على فكره الغده، انا مريضه غده. تمام. يعني كان عندنا مشكله في الحرق. تمام. وكان انا والده قيصري 3 مرات، وكانت بطني صعبه جدا جدا جدا. طالما والده قيصري و3 مرات، يعني انا بضمن لك ان في بطن. يعني ده بصراحه وش انا كده. ما صدقتش اصلا ان بطني ممكن تنزل. يعني بصي، انا عيالي عمالين يسقفوا يعني من الفرحه، مبسوطين جدا بشكلي الجديد. يقول لي الله يا ماما شكلك بقى حلو يا ماما، ويبص لي ابني عنده 5 سنين. انت كان وزنك قد ايه؟ انا كان وزني 100 كيلو. تمام. وطولي 160. طولها 160. بقينا كام بقى دلوقتي على كورس الشهرين؟ انا خسيت على الشهرين 25 كيلو. طيب حلو قوي قوي. طب سننا دي اللي كانت بطني، دي اللي كانت مقزماني، اللي كانت اكبر حاجه فيا. سنك قد ايه يا اسماء؟ بس انا دلوقتي بطني انا لقيتها بنزلت الاول، يعني الحمد لله ما شاء الله، يعني لقيت بطني هي اللي بتنزل الاول. سنك قد ايه الدكتور بتسالك؟ 37. طيب احنا لسه صغيرين، عملتي ال 100 كيلو دول ازاي؟ مش عارفه بقى، مهوراته انا استنى اللي معايا. طيب حلو قوي ان انت وثقتي في الكورس، ان انت خدتي حاجه نزلتي عليها وشفتي النتيجه بعينك كل أنا يوم. انا فرحانه جدا يا دكتور، شكرا بجد. مش عارفه اقول لك ايه. العفو العفو. انا اللي بشكرك والله. انا محتاجه اخس تاني ان شاء الله يا حبيبتي. ربنا يديك الصحه والعافيه وتوصلي لكل اللي انت عايزاه، وواضح البهجه والانبساط اللي في صوتها. احنا عايزين يا دكتور نروح دلوقتي نشوف حالات قبل وبعد عشان نحفز، زي ما كده اسماء ادتنا طاقه ايجابيه نكمل الطاقه الايجابيه بتاعتنا. يلا بصي بقى، الكرش احنا يعني قنبله، زي نفس اللي اسماء بتقول عليه دلوقتي، قنبله البطن ان هي يعني كان عندها بطن كبيره. مظبوط. شايفين وزن معدي ال 155 كيلو، نازله معانا ال 75 كيلو، واصله للوزن اللي هي ما كانتش تحلم بيه. ازاي في كورس يقدر ينزلني الوزن الكبير قوي ده؟ نازله معانا رقم حلو قوي لل 70 كيلو. بالالتزام وبالاراده نقدر طبعًا ننزل طبعًا بالشكل ده. اول حاجه يا شيف عزه، لازم اخد الخطوه. لازم اخد الخطوه. ازاي؟ ان انا يبقى عندي اراده ان انا هخس كده كده،
طيب الناس اللي جربت بقى حاجات كتير وما نفعتش معاها النهارده لازم تجربوا. ليه؟ الكورس بتاعنا كبير قوي 10 منتجات لازم تاخدي وتستفادي بالهدايا من اول 300 متصل، الاربع هدايا، السكر دايت اللي هينفعك قوي 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 في المشروبات والحاجات اللي انت متعوده تاكلي فيها سكر كتير، القهوه الخضراء دي 3 في 1 شاي وقهوه ونسكافيه، الناس اللي متعوده تشرب شاي وقهوه ونسكافيه في اليوم معانا طبعا بيحتاج. يلا بينا. بصي احنا اهم حاجه عندهم مشكله الرجاله يا كرش، اللي هي الكرش دي ازمه الشعب كله، اللي انت ولو عملتي دايت من هنا للسنه الجايه مش هتقدري، مش هتقدري عشان فيها دهون عنيده فعلا. بالظبط، دهون الثلاثيه العنيده اللي لازم حاجه قويه تنسف كل المناطق دي زي البطن والجناب والارداف. اكتر مشكله عند الرجاله البطن زي ما انت ما شايفه كده 120 كيلو نازل معانا 65 ما شاء الله، يعني نص وزنه، يعني شخص تاني تماما. لازم اخد الخطوه، ما استناش لو انا 100 كيلو، ما استناش لما ابقى 101، لازم اخد الخطوه انزل في الوزن، يبقى عندي اراده ان انا كده كده هنزل. طب هتنزلي بايه؟ ب10 منتجات، كل منتج فيهم بيصلح لك مشكله معينه. زي ايه؟ انا بقي مفتوح طول اليوم، طول اليوم رايحه على الثلاجه او المطبخ بناكل كتير، او انا طبيعه شغلي بره فطبيعي غصب عني ان انا هاكل من بره، الاكل من بره مليان زيوت ودهون احنا مش عارفين مصدرها ايه. طب الزيوت والدهون دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتروح عليها هي منطقه البطن، بتعمل لي بطن كبيره بتكون لي فيها دهون ثلاثيه، الدهون لو انت منعتي الاكل برده مش هتنزل، لازم كبسوله قويه تبدا تدخل في المعده تبدا تكسر كل الدهون دي، وفي نفس الوقت تحسسني بالشبع. ليه احس بالشبع؟ عشان اكل كميات قليله، عشان بعد ما اخلص الكورس الاقي معدتي قلت النص. حلو. بقيت باكل بكميات قليله جدا قبل ما اخد الكورس. طيب البوكس بتاعنا زي ما قلنا فيه القهوه الخضراء والسكر واثنين نقط واثنين اعشاب. الاعشاب ليه بقى فايدتها مهمه قوي في الكورس؟ لان انا باكل حوادق كتير. الحوادق كتير دي بتعمل ايه؟ بتعمل لي ميه تحت الجلد، يعني احنا لو عملنا ان بودي الاقي الميه بتاعتي عاليه جدا، لازم اخرج الميه والسموم من الجسم عشان لما انزل صح. طب ايه كمان معايا بقى؟ الوحش والقنبله الكبيره، حقن الحرق. حقن الحرق دي صاروخ في الحرق، يعني هعالج لك المشكله. النقط هتعمل ايه؟ هتعلي معدل الحرق. بس انا برضو عندي مشكله في الحرق، عندي غده درقيه، عندي مشاكل في المراره، الرحم، انا ست كبيره ما بتحركش، ما فيش حركه، وزني معدي 100 كيلو، فطبيعي لو انا مشيت فترات طويله هلاقي مشاكل صحيه حصلت لي على المفاصل، جالي خشونه، ما بقدرش اتحرك. طبيعي كل المشاكل دي حلها في البوكس بتاعي بتاع النهارده. جايبه لك مش حقنه واحده، حقنتين. الحقنه الواحده باخدها في الشهر الواحد، يعني ايه؟ كل شهر ليا حقنه. الحقنه دي بتعالج لي المشكله يا شيف عزه. يعني ايه؟ انا مش بديكي حاجه مسكن وقتيه، لا انا بعالج لك المشكله من اولها. بنعالج المشكله ازاي؟ ان انا اصغر لك المعده. بعالج مشكله الحرق ازاي؟ ان انا اديكي نقط واديكي حقن كمان. 10 منتجات هنستفيد بيهم النهارده بخصم كبير قوي، بخصم النص، من خلال ايه؟ من خلال الشيف عزه بس. حبيبة قلبي دكتورة يسرى صلاح كانت منوراني ومشرفاني في مطبخ النهاردة، وجابلنا عروض كالعادة حلوة وجميلة وسعرها على قد الإيد. ما تتأخروش تطلبوا عشان انتوا شايفين العرض من هنا لحد الساعة كام قلنا؟ 12 الخصم 12، وأول 300 متصل هياخدوا أربع هدايا غير العادي. فالحقوا بسرعة اتصلوا، ويا رب دايما كده تعيشوا بصحة وسلام وسعادة. عملنا وصفات حلوة جدا مع بعض، جربوها سهلة وبسيطة وتقدروا تخلوها اقتصادية. أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي، والسلام عليكم. المركز الدولي لعلاج السمنة والنحافة، هتخس من غير ما تحس.